اش العب فيها والهف فيك يا زماني غيقول والخال والد ولكن ده بس. فيما قبل 2004 مرحبا بكم سلطة عم حلقة جديدة من برنامجكم بلاك اند وايت البرنامج الأميز والألز 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 عشان تنسيتوا البرنامج الرمضاني جدا اللي بيبص من رمضان وما في ما وراء الشلحات أنا متطور جدا الاحتمال يكون في فاكانسي امتى مش عارفين لا احنا عملنا كمية فاكانسي الفترة اللي فاتت تجيب ارتجاج في المخ ولا ايه قول يمكن يكون في فاكانسي يمكن اقول في فاكانسي عشان نشتغل بس صح تمام عايز اخش سؤال مهم جدا بس قبل ما اقول له الف سلام عليك عشان انت يعني مريض التراك ده هينزل بعد 3 ايام ان شاء الله تكون انت مريض اكتر ان شاء الله تكون خفيت يا عم في ما انت ده في بداية البرد انت في بداية البرد زميلي انا واخده قبلك وعارف اللي فيه يا عم مبروك عليك ومبروك عليا لا يا زميلي الله مرضى الرب واحد والله واحد وهي عيشه واحده والله يا زميلي عيشه رجاله يا ما نعيشهاش يا جدع ارضهالكش انا حاسس بيك خد بالك يا عم الحمد لله انا حاسس بيك انا عايز اسال اخش سؤال مهم جدا والله احنا معانا ايه النهارده ده احنا معانا بسكوته بسكوتايه بسكوته البسكوته بتاع الكراش بتاعي بقى احسبوها زي ما تحسبوها الكراش لا الكراش بلقيس بلقيس انا الصراحه بلقيس دي يعني من ال... هي الكراش اظبط لك من الكراشات يعني صاحبك انت ليك عند صاحبك ايه من ال... ايه ليك عند صاحبك ايه التظبيطه التظبيطه صح يا باشا خلاص اعتبرها خلصه اعتبرها خلصه مخلصه خلص تمام مين بقى التراك بيقول ايه ولا الدنيا رايحه فين وجايه منين شكون كان يقول شكون كان يقول من مسلسل شكون كان يقول من مسلسل بين القصور قبل ما ندخل في التفاصيل نتمنى انكم تعملوا منه سبسكرايب ولايك وتفعيل الجرس تروح على الانستغرام وتروح على الفيسبوك ودخلنا في التفاصيل عم ده ولا انا يا استاذ الجماهير موعد الدخول في التفاصيل لا واحد تفاصيل يا جدعان الله عظيم واحد تفاصيل في التفاصيل لا مش مراكب حي بين القصور فرق الخوت والمحنة في القلوب تموت بيناتنا باب بألف ساروت شكون كان يقول شكون كان يقول اللي حسبته رافد همي يزيد في عذابي وسمي ضربة جات غي من دمي شكون كان يقول وش العب فيها بحب اقول اغاني المسلسلات الدراميه يا جدعان بتخليني بتقطع من جوايا صدمه كبيره والله بتخليني اتقطع من جوايا خصوصا بقى لما تكون حاجه بتتكلم على الاخوات والاحباب والغدر الصحاب غريبه الناس غريبه الدنيا دي اعز الناس بقى بيتنمرد عليا بيتفشخر عليا يا انا يا ما بحبش التنك انت شايل مثلا تواضع لله رفعه حتى المسلسلات اللي بيبقى فيها غدر دي بتبقى حلوه خد بالك ده حقيقي لا شكون كان يقول وش العيب فينا ولا عارف انت الاسئلة الوجودية اللي هي بتاعت بتسألها وانت بتتقطع دي بص الضربة جات غي من دمي وهنا حضرني مقولة مهمة جدا للأستاذ حامد اسمه حامد سنه لا مش حامد سنه استنى الأستاذ رضا البحراوي ايوه ناس مني ومن دمي حدش فيهم شال همي محدش كان له خير عليا فين خالي وفين عمي صحيح طيب تفهمش بقى هل هو كان متضايق ساعتها ولا هل هو كان متلخبط ما بين خاله وعمه ما تفهمش يعني لا عشان خال خال والعم عم والخال ايه والخال والد ولكن ده بس. فيما قبل 2004 من بعد 2004 موضوع اختلف الصراحة وخد بالك ده موضوع كبير وشائك جدا ده حقيقي الخال بقى حاجة تانية الخال بقاش والد ايوه الله يلا ولد يلا وزبيلي ده خلاص شرفت منه ده يختي ما بعدش يا جيبي كلب اهو ده بيبص راس خال هتلاقي ده خال نسمع بقى ولا يا خالو نسمع يا باشا يزيد فعدا بوسمي والضربة جات غي من دمي شكون كان يقول وش العيب فيها والهفك يا زماني غي يقول مسدود علي
الحتة بتاعت آه. العرض والطول دي اسمعها كده تاني منها. انا عايز اتفرج على المسلسل ده والله يا عم. المسلسل ده لسه جديد عايز اتفرج عليه. المسلسل ده حلو يا جدعان ولا ايه الكلام؟ انتوا هتفرجوا انتوا على 30 حلقه وقولوا لنا. لا شكله حلو. لا والله شكله حلو. خير والشر تساوى في قلوبنا جرح ما يتداواش. كون كان يقول الراجل ده انا في قلوبنا جرح ما يتداواش. كون كان يقول الراجل ده احنا شفناه في حاجه قبل كده. الممثل ده مش عشان الدنيا ضلمه هنا والله يا زميلي ملامحه مش باينه معايا هنا. هو بس هو قريب لشكل انا شفته كان قريب لشكل بس ده انا فاكره وشه مألوف جدا 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 يعني. شكون كان يقول لعلى يديهم ربيهم مع الزيت الغالي فيهم طريق الاحرام غتديهم. شكون كان يقول واش العافية فيك يا زماني الرجول مسدود عليا من كل جهام لقيت حلول نية في زمان حك والغدر بالعرض والطول واش العيب فيا ولا فيك يا زماني يقول قول بقى مسدود عليا من كل جهام لقيت حلول نية في زمان كمانجا عملت شوية شغل تبح هي والنائي غناية النجمة العربية بلقيس. المسلسل متصور حلو الصراحة. اه المسلسل متصور حلو بس الاغنية كانت تعجبني يعني. الحاجات اللي شافها ده لحد دلوقتي مسلسل لايتنج جامد جدا كادرات جامدة جدا كولرنج جامد جدا حتى البوستر برضو ده ايوان. احنا كنا بعاد قوي عن غدر الصحاب بقالنا فترة منطقة ده غدر الاهل ده غدر ما كل حاجه انت ما ردتش عليه في موضوع سيدي ده غدر الزمان ما ردتش عليه في موضوع الخال ده الخال هل هو لسه والد ولا مش والد مش والد مش والد خد بالك قال لك الخال لا يولد ولا يبيض ولا يستحدث من العدم لا بس في خلان فلان زميلي يعني انا مثلا يعني مثلا هكلمك عن نفسي انا مثلا خال بص انا خال مفيش منه بص صوابعك مش زي بعضها بس انا خال مفيش منه والله انت خال ملوش انا خال ملوش حل زميلي هوصيك وصيه ان بابليك قول لي حاول تكون خال والد ايه ده ايه الوصيه العاديه جدا والله بس الوصيه العاديه جدا لعلمك مش عاديه في الزمن ده والله لا عاديه والله العظيم ما عاديه في الزمن والله عاديه احنا اللي بقينا وحشين بس ما هو عشان احنا ما هو ده اللي انا بقول ايه ده صحيح انه زمن لقد لو كنا في زمن غير الزمن ده حقيقي لو كنا 2004 كان الموضوع اختلف اشمعنى 2004 انت حصل لك حاجه 2004 بص يا زميلي عندك مأساة 2004 من 2000 من 2000 ل 2009 ايوه كانت الدنيا حلوه والخير كده بيعم الماء من 2009 كده فيما فوق وصباح الفل فتحت الساعه كام النهارده اسطى 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 خير الله موجود في البشر ليوم الدين يا باشا بس يا باشا لسه لسه في خير لسه في خير بس الشر بقى اكتر بقى باين دي مشكله بقى باين ما علينا ما علينا تمام احنا لازم نسد نفسكم ايوه تمام علشان انا شايف ان انتوا بداتوا تتخنوا كده في رمضان فانا لازم اسد نفسكم شويه عن الاكل لا حقيقي تمام بحس ان احنا خلاص خلاص فاضل في رمضان حوالي 8 ايام يعني نحاول نعمل فيه اي دايت اي حاجه عايزين نطلع من رمضان نخش على العيد كحك العيد بقى يعني سمباتيك كحك العيد بقى يا معلم كحك العيد بقى كحك العيد واحنا ماناش حاجه غير بناكل نطلع نخش في رمضان ناكل نطلع في رمضان كحك العيد بقى خلينا نقول ان دي كانت حلقه النهارده من برنامجكم بلاك اند وايت كان معكم مستر دادي شوقي سلام.